لا تزال القوات الأمريكية في العراق تجهز قاعدة عين الأسد بتقنيات جديدة، منها منظومة الرصد والرادار وزيادة كميات المواد اللوجستية أيضا. على ماذا تستدل من ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم أستاذ محمد وعلى قناتكم مشاهديك الكرام. أهلا بك. يعني حقيقة كل ما تقترب الساعة من احتمالية أن تكون هنالك ضربات أو إشراك بمعارك إقليمية ما بين الكيان الصهيوني وإيران أو فصائل المقاومة أو محور المقاومة، كل ما يكون هنالك تجديد أمني أكثر، وهذا ما يجري في كل دول المنطقة. يعني الثاني يتكلم على دول الجوار واتكلم على الدول اللي هي مجاورة للكيان الصهيوني. طبعا احنا مو ليست بدولة جارة للكيان الصهيوني، ولكن التحسبات تحتاج إلى أن يكون هنالك تحذيرات أمنية، وخاصة يعني نتكلم على الأمريكان، هم لديهم قاعدة داخل أو أكثر من قاعدة داخل العراق، لديهم مصالح كثيرة داخل العراق، لديهم وحدات إن كانت على مستوى قوات برية يعني كمشاة مقاتلين أو على مستوى أجهزة ومعدات وأسلحة. هذه كلها طبعا هي تتوقع أن يكون هنالك ضرب، وإن كان هنالك حرب إقليمية أو إن كان هنالك توسيع في دائرة المعركة. طبعا العراق لا يتمنى أن يكون هو أرض لتصفية الحسابات ما بين إيران أو محور المقاومة، لكن فعليا هو يجر يعني خاصة من قبل الفصائل المسلحة أو من قبل التقارير التي تحدثت عن إمكانية استخدام أجواء العراق في الضربة المحتملة ضد إيران. حتى في هذه سيشترك العراق، هل سيستطيع أن يمنع استخدام أجوائه؟ أستاذ محمد، يعني أولا هو يجر، من الصعب جدا أن يعني فصائل المقاومة تجر العراق إلى عملية دخول معارك، ولكن يعني الشق الثاني من سؤالك إلى أنه يكون أجواء العراق ممكن أن تخترق، نعم. يعني العراق لغاية الآن هو لم يستلم لا أسلحة لا الطائرات من فرنسا ولا السمتيات من فرنسا ولا أسلحة الدفاع الجوي وراداراتها من كوريا الجنوبية، وبالتالي طبعا العراق الآن يعني سماء مكشوفة باستثناء موضوع قوات التحالف اللي هي مسؤولة عن سماء العراق. وأعتقد هذا الموضوع يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو قوات التحالف غير جدية بهذا الموضوع، يعني لن يكون هنالك صد لطائرات أو لا سمح الله صواريخ وهو ما شجع تعبر العراق من قبل قوات التحالف. يعني بالضبط يعني كلامك دقيق، هو هذه كلها خطوات لتشجيع الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني في عمليات الضرب أو اختراق أجواء العراق، علما إلى أنه يعني جارة إيران تقول إلى أنه يجب عدم أي دولة تخترق أجواء الضربات اللي تصلنا منها تكون يعني وكأنما هي ليست مع الجارة إيران أو ليست مع الجمهورية الإسلامية. العراق الآن يعني الكل يعرف جيدا إلى أن حماية أو سماء العراق مكشوفة أمام قوات التحالف وهي المسؤولة عن تأمين الحماية، لأنه لغاية الآن يعني تكلمنا أنه لا يوجد سلاح حقيقة يستحق أن يكون هو بديل لقوات التحالف إلا بعد انتهاء وجود قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، تصريحات نجرفان بارزاني عن أن كردستان جزء من العراق وعليه يجب أن يمنع أو تمنع الحكومة انجرار البلد إلى الحرب، ماذا يقصد في هذا التوقيت؟ والله بصراحة يعني أول مرة إحنا نسمع تصريح يفرح أو يثلج قلوبنا من الإقليم. يعني بصراحة الإقليم دائما هو معترض على عدم إنهاء تواجد قوات أجنبية، الإقليم يعني مصر على بقاء قوات التحالف داخل العراق، لديه يعني لديه أفكار تختلف كليا عن أفكارنا، ولكن يعني هذه الخطوة هي خطوة أولى في أنه يكون هنالك عراق مستقر. نحن نتمنى أن يكون هنالك استقرار، ولا أعتقد يعني لأنه العراق الآن يجر أو تحاول جهات تجر العراق إلى دخوله أو إشراكه عنوة بالمعركة. ولكن حتى نكون أمينين بالمعلومة، تأكد يعني أستاذ محمد، تأكد كليا 100% في حالة ضربات إسرائيلية أو كيان الصهيوني وصلت إلى أهداف نفطية أو إلى مفاعل نووي أو إلى مراكز استراتيجية في
الجارة إيران، طبعا العراق سيكون من ضمن هذا الموضوع، لأنه ستكون هنالك حرب إقليمية، ستشترك فصائل المقاومة، سيشترك المحور محور المقاومة بأكمله، سترد إيران الضربة إن كان الضربات كما أخبرتك يعني هي مؤثرة من جانب النفطية ومن جانب لها علاقة بالمفاعل النووي. طبعا سيجر العراق ضمنا، لأنه هو أصلا هو يعني في منتصف المعركة، يعني نعم. العراق يعتبر وسط الساحة في معركة ما بين أمريكا و يعني الأمريكا نعم. والكيان الصهيوني مع إيران. شكرا نعم. جزيلا لك من بغداد الخبير الأمني والعسكري صفاء العسن.